علاقتك بقى بالفنانة صباح ايه؟ يعني انا عايز اعرف ايه سر العلاقة المتينة والقوية بينك وبين الشحرور؟ سبوها حدا نظيف كتير، حدا اتعرفت شفاف. عليها ازاي؟ صدفة، صدفة. مش هيك بقول لك انه انا ما بعمل، ما برسوم، بدي اعمل هيك وده. هيك على التسهيل، شو بيصير ما بيصير، بجرب تطلع لي فكرة، بجرب اعملها، زبطت زبطت، ما زبطت خلص ما بكسر راسي. التربية اللي كنت عم خبرك عليها هي اللي خلتني اعمل ديو مع سبوحة. ازاي؟ ما قدرت، سجلت غنية وخلصتها، ما قدرت اني نزل الغنية، ما استأذنه، قلت طب كيف واحد عنده شغلة يجي حدا يمتلك له اياها ويغنيها مثلا ومدون ما استأذنها؟ طب ما عيب، ما هي موجودة. ما قدرت، فأصريت وحكيت مع نضال أحمدية. كنت صاحبة معها بس الكاتبة مش قد الصحفية هلأ. الكبيرة طبعا طبعا نزال أحمدية، طبعا ست نضال، الصديقة العزيزة يعني. فعرفتني عليها وعم نتعشى وهيك. أختي بتقلي طب ليه برا بيعملوا كتير ديو وهيك، ليه ما بتعملي ديو معها؟ قلت لها لا، شو بدي هالشغلة، إنه هيك عم نمزح. بقلب قد ما شفتها مريحة بالقعدة طلعت معي هيك، قلت لها شو رأيك نعمل ديو؟ صفنت هيك، قالت لي ايه بنعمل. فكرتك انت يعني. بس هيك فكرة اختي، بس انه هيك، مش انه انا خططت لها وبدي، انا اوريدي مسجله الغنية بدي انزلها، مش انه ناطرة لسجلها. ما رجعت غيرنا شوي اشياء وصورناها. تتعرف الألم الصحافي إذا مش بمحله شو بيوجع؟ يعني مثلا أنا البعض انتقد الغنية، كانت بعد ما نزلت، إنه صوتي مش حلو وما بعرف شو، وما بعرف شو فيها، وإنه كيف صباح بتعمل هيك، وكيف صباح، وهي الغنية بعد ما نزلت أصلا. وبنفس الوقت صباح عطتني دعم كتير حلو، وبيقولوا مثلا، هقول لك اياها لانه اكيد رح تسالني اياها، ايه رولا استغليت صباح لتطلع، كيف استغليتها؟ كيف؟ ما قال لي كيف. ما ثلاث ارباع الفنانين اللبنانيين غنوا مع صباح وغنوا لها صباح واخذوا اغاني واستعملون. ثلاث ارباع الفنانين بيعملوا سيديات للاولديز، حبيب قلبي، وائل جسار بيعمل لاشياء وروعه بصوته، لعبد الوهاب، لكذا مثلا، فضل شاكر، نانسي، ويمكن بعض الأقران ساعتها عادي. قالوا إنك أنت ظاهرة مرتبطة بالشحرورة هتنتهي مع الشحرورة، حاجة زي كده يعني. هلا انا ما سمعت هيك، بس انه فيهم يفكروا هيك اذا بدهم يفكروا. بس انه اذا واحد مثلا جدد غنية او عمل ديو، ما برا بيعملوا هيك، بيعملوا ديو وبيبقوا مبسوطين ببعضهم. ليه عنا على طول بده يشوفوا الاشياء نيجاتيف؟ هلا ما بيهمنا هيك، بيهمنا العالم، نسبة العالم الفظيعة اللي ضلت 3 سنين يعني انا نمبر وان، انه انبسطت فيها، انه كم ألم. بس انا بقول لك بوقتها كنت بعدني نايف هيك بسيطة، كنت اتأثر. وياما من الاشياء اللي ساعدتني فيها صباح، روح لعندها عم ببكي، قالوا عني هيك وقالوا عني، كانت تقول لك ايه بقى؟ تضحك تقول لي يا رولا شو بدك فيهم، ازعلي نهار اللي ما بيحكوا عنك، بالعكس كل ما يكتبوا عنك كل ما انك انت موجودة ورح تتقدمي وكذا. وقالت لي انا محلك ما برد، صدقني ليت لي ما برد، ما برد شو ما يكتبوا، ما برد الا اذا في شيء كتير ضروري. مثلا طلعت اشاعة مرة اني انا متت، عملت اكسيدان بمصر ومتت، هون بضطر رد بس لاهلي وللناس اللي بتحبني وللي عن جد بيعني له رولا، بضطر اطلع اقول انه لا انا بعدني عايشه مثلا. في اشياء بتنجبر انك ترد عليها. بس بقى علاقتي بسبوحه كانت علاقه كتير حلوه. قالت لك ايه صباح ما نعرفوش؟ بتقول هي انه انا بشبهها كتير في ايه؟ بنفسيتي، بكاركتيري، بالطريقة اللي بتعامل فيها مع العالم، مع انه ما حدا بيشبهها بنظري، وبدي 100 سنة ضوئية لكون أدرب على صباح. بس هي تواضعها ومحبة، محبتها هي اللي كانت تخليها تشوف الناس بطريقة مساوية لحالها. بس أنا بالنسبة لإلي هي آيكون، وهي حدا لا يتكرر، وهي إنسانة عظيمة بكل معنى الكلمة، خاصة على الصعيد الإنساني. في كتير ناس ما بتعرف إذا كانت فاتحة بيوت، إذا كانت تعلم ولاد، إذا كانت تصرف
على ناس محتاجة وبكل سعادة ولا يوم اتذمرت. ف أكيد هي دايما معي ودايما بقلبي وبتعني لي كتير، وإذا حدا بيغلط لا سمح الله بشي جملة أو كلمة أو هيك ما بتعرف شو بعمل. أنا بتقبل إنه حدا يغلط معي بس ما حدا يغلط معي.